والمشكلة اللي حصلت لك على السوشيال ميديا كانت بسبب مين؟ أو خلال أو خبر معين أنت كنت قلته ما تنساهوش أبدا. طيب في ثلاث أخبار جم في بالي أول ما أنت قلت لي. واحد عن الاثنين عن الأهلي، واحد عن الأهلي الأولاني اللي هو كان مؤمن زكريا. ربنا يا رب يشفيه وتبقى سنة سعيدة عليه إن شاء الله بإذن الله يا مؤمن. كان انه مؤمن زكريا لما مضى عقد اخير مع الاهلي كانت قال له المفروض ان هو هيتعالج يعني، بعديها حصل مشكله التعب فما خدش كل الحقوق اللي وعد بيها من جانب الاهلي لانه عقده اتفسخ. انا فاكر فقلت الخبر ده ومعداش، لا هو مش معداش، هو وانا لسه في الحلقه نفسها لقيت مصر كلها بتشتمني وطالع تريندنج على تويتر حتحوت الهلفوت باين او شتيمه يعني بتشتم. فطبعا انت كونك تريندنج ديت بشتيمه فانت حتى اللي ملوش في الكوره بيفتح تويتر لنفسه في واحد اسمه هتحوت بيتشتم يعني. هو هتحوت ده عمل ايه؟ لمجرد ان انا قلت معلومه ان الاهلي كان وعد مؤمن زكريا بحاجه وما تنفذتش. وطبعا مفهوم برضو بالنسبه لنا احنا كناس شغاله في الاعلام مين اللي ممكن يكون بيحرك الصفحات مثلا. ففي الاخر دي كانت عمل ضجه كبيره قوي لان كان حلقه يوم ثلاث او حلقه يوم اربع يعني، فانا عندي خميس وجمعه اجازه فقعدت يومين بتشتم في الاجازه فرجعت في الشغل يوم السبت وانا مكمل معاكم الاسبوع اللي فات يعني. فدي كانت ضجه والحمد لله اثبت بعد كده ان ده حصل، ان مؤمن زكريا كتب تويته بينتقد فيها الاداره. اي نعم بعد كده حلت المشكله وبشكر اداره الاهلي ان هي حلتها لانه في الاخر حتى مؤمن نفسه اشاد باداره الاهلي اللي هي ساعدته في الموضوع، لكن كان كتب تويته يعني كان بينفذ العقد اللي كان موجود بالظبط كان بينفذ فيها العقد بالظبط، لكن هو كان ساعتها قالوا انه في مشكله في الرياضه ان مش هينفع. الخبر الثاني كان شيكابالا في خناقته مع احمد مجاهد. لان انا حكيت تفاصيل اللي حصل بالظبط يوم ماتش البنك الاهلي بعد الماتش انه ايه اللي حصل ومين اللي غلط، وقلت ان الاثنين غلطوا طبقا للبنود اللي ذكرتها ان شيكابالا توجه لكذا واحمد مجاهد قال له كذا وراح شيكابالا قال له كذا وحاول شيكابالا كذا. فجمهور الزمالك طبعا بالنسبه لهم قائد الزمالك من القائدين التاريخيين يعني للزمالك شيكابالا، فلا ما تجيش ناحيه شيكابالا حتى لو المعلومه صح. خصوصا ان احمد مجاهد تاني طبعا اتشتمت جامد ساعتها. احمد مجاهد تاني يوم طلع في نفس القناه في صدى البلد بس مع الزميل احمد موسى وقال انا ما سمعتوش، فالناس بقت تقول لك بس يبقى هاني كان بيألف. هو الواقع ان احمد مجاهد اتشتم بس هو مش عايز يقول ان هو اتشتم، دي حقيقه لانه مش عايز يقول انا اتشتمت عشان يعني ازاي رئيس اتحاد الكوره بالظبط. فهو وما حبش يدي لشيكابالا شرف انه شتمه يعني، فاهمني؟ ان انا قلت شيكابالا شتمني، هو قال انا ما سمعتوش مش ما قال ما شتمنيش. بالمناسبه الناس برضو لما انا طلعت قلت كده عشان الناس بقت تقول لي اطلع اعتذر بقى. هو انا لو غلطان فعلا بقى انا على فكره ما عنديش اي مشكله اطلع اعتذر على اي خطا قلته حتى لو راي قلته واكتشفت ان الراي ده غير منطقي لان ما كنتش ملم بالمعلومات اطلع اقول انا اسف امبارح قلت راي مش منطقي وغلط. ليه ما عملتش كده مع فرج عامر؟